وانا معلش يا ايهاب انا قاطعتك. اتفضل يا فندم. شوفوا احنا لما جينا نعمل الانفاق ديت، من الفكره دي من 3 4 سنين، كان حلم ان احنا نعمل الكلام ده بايد مصريه ومكان مصري وبتكلفه كمان مرشده كتير عن يعني لو استخدمنا شركات اخرى من خارج مصر يعني. وبالتالي بقى في النهارده 6 شركات شغالين، ولا اربع شركات شغالين في الموضوع دوت، بالاضافه للمقاولين العرب وراسكم مش كده؟ ايوه فندم. طيب فانا ساعه لما انا بقول الكلام ده دلوقتي واحنا بنتكلم فيه واحنا بنفتتح الكلام ده، ساعه لما قلنا الكلام ده كان بعيد علينا، كان بعيد علينا وكان حلم. يا معقول هنجيب نشتري مكن من بره؟ لما قالوا لي يعني، قلت لهم هنجيب المكن ده خطر، والطيار اللي مش عارف ايه الكلام اللي بيتقال يعني، في اللي هم المحاذير بتاعت فنيات المشروع. قلنا نعمله حتى لو ان احنا استعنا بخبرات اجنبيه، بس نعمله احنا. بقول الكلام ده دلوقتي ليه؟ بقول الكلام ده النهارده واحنا بصدد فعلا خلصنا 5 انفاق. كان كل يوم اثناء ما انفاق بورسعيد والاسماعيليه كل يوم اسال كامل عليهم واخد تمام. في النفق ده كنت كل اسبوع ولا 10 ايام اخد اسال ايهاب عليهم. ده نتيجه ايه؟ الاطمئنان ان احنا اكتسبنا الخبره، وده امر يعني ما يقدرش كتير. خلاصه الكلام ان لما يكون عندنا موضوع وباين عليه صعب وصعب تحقيقه، أبدا ندخل فيه بفضل الله سبحانه وتعالى بالعلم وبالإرادة وبالإخلاص، ولازم ربنا هيساعدنا وهننجح فيه. فأنا بس بقول الكلمتين، الرقم اللي احنا اتفقنا عليه إيهاب هو اللي احنا متفقين عليه. تمام يا فندم.